أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد، قال الله العظيم في كتابه الكريم: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. في جميع الأمم أهم شيء يقوده الناس وينفعهم هو وجود القدوة، وجود الأسوة. حتى في الصناعات فإنما يقلد الشعب عادة الزعيم، وتقلد الشركات شركات أخرى، وفي الصناعات عادة ما يكون هنالك نموذج يتم تطويره. احنا ما عندنا ابداع 100%، الله وحده هو بديع السماوات والارض، انما هنالك تكمله زياده. يعني مثلا من يوم اللي صنعوا السيارات الى الان فوق 120 سنه، نفسها 4 تايرات ومقود، ويستخدمون البنزين لتحريك السيارة، لكن كل مرة كل سنة كل شهر عندهم فرق تطوير بسيط. حتى الشعوب المتطورة، حتى الشعوب المتقدمة ما عندها إبداعات حقيقية 100%. الشعب الياباني ما عنده إبداع أبدا، لا السيارة من صناعة اليابانيين، ولا الطائرة، ولا القطار، ولا الثلاجة، ولا الغسالة، ولا التلفزيون، ولا الراديو، ولا الكاميرات. كل هذه إبداعات غيرهم، هم شوية يحسنون في هذا الإبداع. وجود النموذج، وجود القدوة حتى في الجانب الديني، ما تسمونه أنتم إحنا عندنا قدوة وأسوة، أنتم شو تسمون؟ لا، عندكم كلمة أخرى، أيقونة. فلان أيقونة الحرية، فلان أيقونة الكذا. وجود القدوة أمر مهم في حياة الإنسان، أن يتبع الإنسان غيره في مختلف المجالات، خاصة في الجانب الديني. وكما أن سنة الله عز وجل قائمة على أن أهم ما نحتاج إليه تكفل به ربنا، أهم ما نحتاج إليه. يعني مثلا أنت جسمك بحاجة إلى الطعام، بحاجة إلى الماء، لكن أهم شيء أعضائك: قلبك، دماغك، كليتك، كبدك، السلسلة العصبية وإلى آخره. هذه كلها يتكفل بها رب العالمين. أنت شوية تمشي بعض الأمور بالتنتيفات حسب التعبير، وإلا أصل القضية رب العالمين يعطيك إياها. فيما يرتبط بالقدوات، وهي أهم قضية في حياة الشعوب، رب العالمين تكفل بذلك، أرسل لنا أنبياء ومع كل نبي وصي، وجعلهم قدوة وأسوة. أنت امشي وياه، امشي خلفه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، يقف يصلي، الناس تصلي وراه. حجوا كما رأيتموني أحج، على ناقته كان يطوف حول الكعبة، وكان الناس يتعلمون منه الطواف، يتعلمون منه السعي، يتعلمون منه الرمي. كان قدوة، ولا زال النبي قدوة، لأن سلام الله عليهم الله خلقهم لنا قدوات، أيقونات وما شابه ذلك. هذا مهم. الإمام الصادق سلام الله عليه من هذه القدوات المهمة. ما عندنا الشعب على الإطلاق عملاق عنده مثل الإمام الصادق، ما عندنا شعب حقيقي عملاق حقيقي. أنا أنقل لك فد دور من أدوار الإمام الصادق سلام الله عليه. الأمة بعد رحيل نبيها انحرفت. الآن هذا الانحراف شنو كان؟ ديني، مذهبي، على كل حال انحرفت الأمة. راح وراء شنو؟ راح وراء المادة، وراء المال،
وراء الشهوات وراء الرغبات، وكانت الحكومات رايحة وراء الفتوحات. الفتوحات مو يعني نشر الدين، يعني إضافة أراضي إلى سلطة جناب الخليفة. هارون الرشيد يصعد فوق السطح ينظر إلى الغيوم يقول أمطر حيثما شئت فإن خراجك عندي. هدف خراج، هدف فلوس، هدف السلطة. ولذلك تحولوا من محررين إلى محتلين، وحينما ذهبت دولتهم كانت غير مأسوف عليها. الجماعة يجون يتشدقون بتلك الدول التي كانت غارقة في الماديات ولا الروح فيها. الروح ما كانت موجودة عندهم، كانوا غارقين في الشهوات والرغبات. حتى في بدايات رحيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلان من أصحاب النبي حينما مات قسموا إرثه ذهب بالفؤوس، بالفؤوس كانوا يقطعون الذهب ماله ويعطوه للوراثة. الإمام الصادق إجا وجه الأمة بدل التنافس على الرغبات والشهوات والماديات إلى جانب العلم، صار التنافس على العلم. الآن هذا العلم علم دنيوي، علم أخروي، على كل حال الإمام هو الذي وجه الأمة توجيه جديد اختلف عن السابق. يعني مثلا 100 سنة الإمام جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والناس غارقون في التنافس على الدنيا. لكن تشوف بعد الإمام لا، التنافس صار على أمور أخرى، مثلا الفقه وهو علم الشريعة. طبعا الإمام عند بدايات العلوم الأساسية اللي اليوم أنا قاعد هنا أتكلم وأنت تسمعني هي من الإمام الصادق. إذا ترجع لي وراء ترجع البدايات، والبدايات مسألة مهمة. اليوم أنت تركب طائرة 500 شخص يركبون فيها، لكن البدايات من الأخوان رايت. وكذلك بقية الأمور، البدايات من الإمام الصادق سلام الله عليه، علم الكيمياء، علم الفيزياء، ومن جملة علم الفقه. احنا ما عندنا قبل الإمام الصادق متخصصين في الفقه، علم الشريعة، علم الحلال والحرام، ما كانت. الإمام الصادق هو مؤسس علم الفقه في هذه الشريعة. يعني حتى تعرف قيمة هذا الأمر، الآن انظر، أنتم تقلدون مرجع من مراجع التقليد. مرجع التقليد شنو شغله؟ أن يستنبط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والعقل، وأنت تتبعه. يطلع مرجع الناس يتبعوه، تجي داعش، وداعش كانت وراها كانت دول بأكملها وأموال وإلى آخره، ودولة ضعيفة، يعني دولة العراق ضعيفة. يجون يحتلون لك البصرة، وما بينهم بين بغداد من حاجز، وإذا بنصف فتوى من أحد المراجع وهو تلميذ روح إلى 1000 وكذا سنة للإمام الصادق. إجا أعطى شيء أساسي لهذه الأمة، قيادة أساسية لهذه الأمة حتى لا يشط بها السبيل. كل واحد يجي يدعي فرد شيء. هالأيام اللي أنا أتكلم وياكم طالع فرد واحد شاب كأنه أصل لبناني وهو أمريكي في بريطانيا، مدعي أنه نبي ويقول كل الأنبياء الذين جاءوا أبطلوا ما قبلهم، أنا هم أبطل يعني دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويستند بالآيات ويستند بالروايات، يقول حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة، أنا يوم القيامة فخلص، فأنا أبطل الصوم، غير الشهر ماله الصلاة، ويسجدوا له بنات بدون حجاب كذا أولاد. يعني استندارد ما الفرد واحد المخابرات الغربية تسويه، وبذلك تنحرفوا بالشباب. يعني إذا ما كان الإمام الصادق، إذا ما كان هذا العلم الذي الإمام نشره سلام الله عليه، علم الحلال والحرام، الناس كانوا مسلمين مؤمنين، ما أقول كلهم كانوا منحرفين، لكن ما كان رايح وراء الحلال والحرام. حلال وحرام علم أسسه الإمام الصادق سلام الله عليه، هذه واحدة من العلوم. الإمام الصادق كان حقيقة أيقونة، نموذج، مقتدى، قلده. شوف شلون عاش، ما الذي فعل، أنت افعل ما كان يفعل. ويعدنا حكي حول الإمام الصادق، يكفي أن موسوعة في 65 مجلد هي فقط روايات عن الإمام الصادق مع السند طبعا،
65 مجلد واسمه موسوعة الإمام الصادق للسيد محمد كاظم القزويني رحمة الله عليه، اللي من جملة المجلدات آخر مجلد يتكلم عن تلامذة الإمام، يعني محصلين 5500 تلميذ للإمام الصادق بأسمائهم، وهم الذين نقلوا عن الإمام، يعني قالوا احنا سمعنا من عنده، قال أدركت في هذا المسجد 4000 كل يقول حدثني سيدي ومولاي جعفر بن محمد. علم الكيمياء، جابر بن حيان الكوفي من تلامذة الإمام من أهل طوس، جاء إلى الإمام وبقي في الكوفة وكان من تلامذة الإمام، ومختبراته اكتشفوها قبل مدة في الحدود بين إيران والعراق. هذا الرجل جاء بعلم مو كيمياء اللي كان سابقا، الكيمياء السابق كان عبارة يبحثون عن تغيير المعادن، الصفر يسووا ذهب، وايهم صرفوا أموال في هذا المجال، مجال ما حصلوا على نتيجة. جابر بن حيان جاء بالكيمياء الحديثة، وبالإنجليزية يسموه جابر إذا تشوفون، مؤسس علم الكيمياء جابر بن حيان، عنده 3700 كتاب، هذا من تلامذة الإمام، يقول حدثني سيدي ومولاي جعفر بن محمد. المهم أن الإمام كان قدوة. الإمام شنو عنده رسالة إلي وإلك الآن؟ الحمد لله علم الحلال والحرام ترتب، ونحن نتبع المراجع، نتبع الفقهاء، وعلم الكيمياء هم جزء من هاي الحضارة. يعني إذا ما كان علم الفيزياء وعلم الكيمياء، ترى اليوم ما كان هالكهرباء عندنا، ولا السيارات ولا القاطرات ولا الطائرات ولا السفن ولا هم يحزنون. ما الذي يريد الإمام الصادق منا؟ تعال نستمع إليه، نشوف هو شي يقول. شيعتنا منه؟ شيعتنا اللي كل همه وغمه شهواته ورغباته وأمواله وأملاكه وزوجاته سياراته عقاراته، شيعتنا منه؟ ونحن نعرف أنه بدون أن نتبع الإمام لا يمكن أن نصل إلى الجنة، ولا يمكن أن نكسب رضا الله. واحد يجي عند الإمام يقول إني لا ألقاك إلا في السنين مرة، كذا سنة يمر مرة واحدة أشوفك، فأوصني بشيء أخذه به، أعطيني فرد وصية مختصرة حتى أنا أخذه. قال أوصيك بتقوى الله والورع. تقوى الله فيه ورع، يعني أن لا تقوم بعمل محرم وأن تؤدي الواجب على التقوى، لكن ورع بالذات مسألة مهمة، لأن الإنسان يمتحن عادة بالمحرمات، بالأشياء المحرمة والورع والاجتهاد. شبابنا تنابل ولا مجتهدين؟ لا مو مجتهدين. الشعوب المتخلفة كلها شعوب تنابل، مو مال شغل، مو مال عمل، ما عنده اجتهاد. طبعا لعل الاجتهاد هنا هو الاجتهاد في طاعة الله، لكن هذا من طاعة الله. احنا نعرف هذه المهن اللي تدير حياة الناس هي من الواجبات الكفائية، مثل مقابلة الحشد الشعبي، فتوى الواجب الكفائي أنه أنت لازم عندك في مدينتك بقال، عطار، خباز، نجار، بناء، وإلى أمور الناس ما تمشي، هذه من الواجبات الكفائية. والاجتهاد، شعوب بأكملها تنبلة تنتظر الآخرين يأتون ويستخرجون ويكتشفون البترول ويستخرجون البترول ويحولوا إلى مواد تصلح لحياة الناس وتنفعهم، وهذا قاعد مكيف. وطلع أحد الملوك من ملوك الخليج، فاليوم إجا قعد مع جماعة، قال يقول الله يحفظه، ما يدرون منه هذا مقصود، قال الله يحفظه، الله يحفظه، الله يحفظه، عفوا يا صاحب الجلالة من المقصود؟ قال النفط، هذا هو اللي حول حياتنا، صار عنده نفط، لا هو مكتشفه، لا هو مستخرجه، لا هو محوله إلى شيء، الله يحفظه. تنابل، تنبلية ما تؤدي إلى شيء، لا في الفرد ولا في المجتمع. المجتمع تنبل شنو يقدر يسوي غير أنه ينتج تنبلية والاجتهاد. وإياك أن تطمع إلى من فوقك، يعني أنت تشوف بالجانب المادي، فلان عنده سيارة لامبرغيني، أنا سيارتي مرسيدس بنز إلا أشتري وأتعب
وأتعب روحي حتى أوصل إلى سيارة لمبرجيني. فلان عنده قصر، فلان عنده فلان شيء. إياك وأن تطمع إلى من فوقك، وكفى بما قال الله تعالى: ولا تعجبك مو علومهم ولا تعجبك أموالهم. التنافس على العلم شيء زين، أن يكون عندك طموح في الجانب العلمي جيد، لكن القرآن يقول: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم ولا تمدن عينيك. طبعا هذه الآية خطاب للنبي، بس خطاب للنبي إياك أعني واسمعي يا جارة، خطاب إلي وإلك. عندك زوجة كن قنوع بيها، أكو بعض الناس عنده زوجة، شو الفرق بين هذه وغيرها؟ لا، هذه شفتها بالشارع شوية عيونها أكبر، شوية ملامحها أحسن. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. الزهرة ما تنفتح لأحد، تبقى زهرة، يعني الدنيا لا تنفتح لأحد. لا تفكر إذا أنت رحت وراء فتزوجة أجمل من زوجتك، فتقصر أكبر من بيتك، فتسيارة أفضل من سيارتك، حصلت على السعادة. لا، ما تحصل، هذا ما توصل إلا روح وراء الأشياء التي تبقى. ثم يقول الإمام: فإن خفت شيئا من ذلك فاذكر عيش رسول الله. عندنا إحنا شخصية أعظم من رسول الله، في كتاب المائة الأوائل لرجل أمريكي يقول: أنا درست حياة 100,000 شخص، هسه درستهم كلهم بالدقة أو على كل حال، فكتبت عن 100 شخصية، 100 شخص هؤلاء هم أعظم الشخصيات في العالم، ومخلي الأول واحد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنما كان قوته الشعير. بعض الناس يقولون النبي ما شبع من الحنطة قط، لا، ما أكل الحنطة، ما شبع من الشعير. والشعير اليوم ربما يكون أغلى من الحنطة، لكن ذاك الوقت كان بالعكس، كان طعام الحيوانات، وحلواه من التمر، وقوده من السعف إن وجده. إذا كان عنده سعف بالشتاء يستفيد من عنده، وإلا يأكل البرد. الإمام علي سلام الله عليه يقول: فاليوم جيت شفت النبي وجهه مصفر. تدري منو كان بحال النبي بحال الدين إلا أهل بيته؟ سيوف بني هاشم هي التي ضربت خياشيم العرب حتى قالوا لا إله إلا الله. فما عندهم شغل الأصحاب بالنبي، الإمام علي عنده شغل. ليش وجهه أصفر؟ قد اصفر لونه. قال: يا رسول الله ما بك؟ قال: منذ 3 لم أكل شيئا، 3 أيام ما أكل. إذا أنت في اليوم أمك متسوي لك ريوق، ذاك اليوم أخلاقك ما معلوم مال منه، وإذا بالليل ما تعشيت ما تقدر تنام. فإجا الإمام علي راح إلى بستان يهودي، قال: هل لك أن أسقي زرعك كل دلو بتمر؟ كل دلو يجر الماي تعطيني تمر واحد؟ قال: نعم. فمجموعة من الدلاء سحب مي سوى تمر، جاء طال النبي حتى يتغذى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا في حديث: خرج النبي وهو محزون فأتاه ملك. النبي في يوم من الأيام طلع محزون، جافد ملك ومعه مفاتيح وخزائن الأرض. شنو يعني مفاتيح خزائن الأرض؟ من خزائن الأرض الذهب، من خزائن الأرض يورانيوم، من خزائن الأرض ليثيوم، من اليوم خزائن الأرض المعادن الغالية اللي تمشي بها صناعة كثير. ومعه مفاتيح خزائن الأرض. يقول لك ربك: افتح وخذ منها ما شئت. أخذ هذا المفتاح، افتح لك أي شيء اللي تريد، أخذ من غير أن تنقص شيئا عندي. يعني مقامك عندي ما راح ينزل، مقامك محفوظ عند الله. أخذ ما ينقص من مقامك عند الله، وأخذ منها ما شئت من غير أن تنقص شيئا عندي. النبي شنو قال؟ قال: يلا جي. وقال واحد سيد قال: لو النبي كان ما أخذ هذه المفاتيح اليوم احنا ما كنا نعيش فقر. قال النبي: الدنيا دار من لا دار له. الدنيا دار منه، دار اللي ما عنده دار.
فكرة على الآخرة. ولها يجمع من لا عقل له. اللي يجمع الدنيا واحد اللي عقل ما عنده، والدنيا داره من لا دار له. فقال الملك: لقد سمعت هذا من ملك في السماء حينما أعطيت هذه المفاتيح. أنا دا أجي عندك لما أعطوني المفاتيح، فد واحد نفس الشيء قال: الدنيا داره من لا دار له، ويجمع لها لعقل ما عنده. زين، هل يكفي أن نحب الأئمة؟ لا، ما يكفي أن تحب الإمام، إنما لابد أن تتبعه. مجرد الحب ما يوصلك إلى مكان، ولابد أن تبغض أعدائه. لا حب الإمام وبغض أعدائه يكفيان، إنما لابد من اتباعه. أن تكون أنت نموذج عن الإمام الصادق، بس صغير، واحد بالمليون، واحد بالمليار، بس نموذج. أخلاقك أخلاقه، اهتمامك بالعلم اهتمام بالعلم، عطائك عطاء. أن نعمل بما قال وما أمر. يقول الإمام الصادق لأحد أصحابه: إن أصحاب جعفر منكم لقليل. مو هواي من عندكم أصحاب جعفر، كثير من عندكم أصحاب معاوية. أصحاب جعفر لقليل. ثم يقول: إنما أصحاب جعفر من اشتد ورعه وعمل لخالقه. ويقول، هذه رواية جميلة: ليس من شيعتنا من لا تتحدث المخدرات بورعه في قدورهم. تدري أقوى الشهوات في الإنسان شهوة الحياة. شهوة الحياة هم يريد حق شنو؟ حق شهوة الجنس. فأكو ناس كثيرين ظاهرة متقي مؤمن صالح، لكن عينه على منه؟ على فتزوجة، ما أقول من حرام، من حلق، من حلق، يدور نسوان. الإمام يقول: ليس من شيعتنا من لا تتحدث المخدرات بورعه في خدورهم، وليس من أولياء. هم بيناتهم يعرفون هذا ما يدور نسوان، بيناتهم يتكلمون أن هذا من شيعة جعفر، لأن هذا ما يدور. تدرون من وين كانوا يعرفون هذا الشيعي من غير الشيعي؟ من صلاته، من خشوعه. يوم اللي عبيد الله بن زياد جاب معقل، وكان رجل مو من أهل الكوفة ما يعرفه، قال له: روح دور شوف مسلم وين. فإجا سأل جماعة الحسين منه، قالوا: جماعة الحسين يصلون. فراح في المسجد دور منه، لقى واحد من هذول هواي يصلي بخشوع وخضوع. البقية كملوا، كل واحد دور شغل ماله، لكن هذا باقي ده يصلي. إجا عنده سلم عليه، كان مسلم ابنه أو سجل. فقال: أنا من شيعة أهل البيت، جايب مبالغ من المال، أريد أوصل إلى مسلم. وانخدع به مسلم بن أو سجل. فيعني اللي كانوا يعرفون: وليس من أوليائنا من هو في قرية فيها 10,000 رجل فيهم من خلق الله أورع من. يعني إذا أنت في قرية 10,000 لازم أنت تكون أورع الناس، ستكون من أوليائهم مو من شيعتهم، من أوليائهم، شوية مقام أرفع. ثم يقول: فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. وما كانوا يعرفون الشيعة بشنو ينعرفون؟ بالتكبر؟ لا، بالتواضع. بالخيانة؟ لا، بالأمانة. بنسيان ذكر الله؟ لا، بكثرة ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. لا تقول أنا اليوم مصلي وخلصت، لا، لازم ذكرك لله كثير. فقال: وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع والتخشع والأمانة وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة والبر بالوالدين والتعاهد للجيران. تعرفون جيرانكم؟ تعاهد الجيران من الفقراء وأهل المسكنة والغارمين وصدق الحديث. مو هذا الله ما مخلي قمرك على شفافك ولا على لسانك، احكي خرط مرط، احكي تعرف ما تعرف، جهلك تعطيه للناس وكأنه علم. وصدق الحديث وتلاوة القرآن وكف الألسن
عن الناس إلا من خير. شوفوا احنا عندنا آيتين في كتاب الله، هذه من الآيات العجيبة وهي آيات تقرأ دائما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. ليش قال أنعمت عليهم؟ الحديث عن الصراط مفروض تجيب صفات الصراط، الصراط المستقيم، الصراط الواصل، الصراط. مرة واحدة يقول صراط الذين أنعمت عليهم، هاي آية. آية أخرى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا، ليش ما يقول كونوا صادقين؟ مفروض يعني اتقوا الله وكونوا صادقين. مرة واحد يقول كونوا مع الصادقين، هناك يقول صراط الذين أنعمت عليهم. قدوتك لازم هذول يكونون. تعرفون الشيطان اليوم في هذا البلد شغله عبر الإنترنت، عبر الواتساب، عبر الإنستغرام، عبر التويتر، يشغل لك الناس بما لا يعرفون. أنا أعرف فرد واحد شاب، هذا طبعا يدرس وزين دراسته، لكن 6 ساعات أحيانا يقعد على ألعاب الكمبيوتر، 6 ساعات. تقول تعال اقرأ القرآن، ربع ساعة يقرأ يضوج على القرآن، يضوج على هاي الألعاب، ما يضوج. هذا شيطانكم، شيطانكم اليوم هذا اللي يخرب البيوت، يخرب العوائل، ويقسم الناس ويخليهم في سبيل الشيطان. هذا هاي الأشياء اللي اليوم متوفرة وكلها موجودة. الرجل المعروف لعنة الله عليه، ريتشارد دوكنز، اللي هو من أئمة الملحدين، من زعماء الملحدين، هذا الرجل كتبت وباع ويدور فلوس وما يدور الله. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ذول الأنبياء، أما كل هذول يدورون مصالحهم. كل كتبة تباع بالفلوس في الإنترنت إلا الترجمة العربية والفارسية مدفوعة الثمن، دافعين إلا بقيتها كلها بالفلوس. يعني هذا اللي المسلمين موجودين، هذا مجان، روح اقرأ، روح طالع. ويوم اللي تبدأ، أول ما تقعد تروح على فرد صفحة من الصفحات اللي ترتاح لها، يعني شهوتك تدفعك إليها، من صفحة إلى صفحة إلى صفحة، تشوف من الليل للصبح أنت قاعد على هذا الإنترنت. هذا عقابه شنو؟ هو هذا عقابه، أنا ضيعت عمرك، هذا أكبر عقاب. شنو حصلت من اللعب؟ شنو حصلت من المشاهدة؟ شنو حصلت؟ أنا أقول لك شنو تحصلون. قالوا فرد واحد قال لأولاده سيروا خوش وادم واسمعوا كلامي، فإذا عملتم ذلك أوديكم فوق السطح حتى تشوفون الجيران شلون يأكلون الموطة، هذا مال الموطي. المهم تصير خوش وادم حتى تشوفون ذاك شلون ده يكيف، وانت شنو؟ كل الانترنت هذا، شوف هذا شلون ده يكيف، هذا شلون عنده فلوس، هذا شلون، شو دخل فيه أنا؟ شو ده حصل من وراء؟ شوفوا الله حكيم، يريد من عندك روح، هذا جسمك تأكل تشرب تنام إلى جسمك، بس يريد من عندك الروح. إنما تنذر من اتبع الذكر، اللي يتبع الذكر هذا الإنذار ينفع. ممكن تقول شنو فائدة هذا اللي يتبع الذكر لازم ينذر؟ لا، يحتاج إلى الإنذار، لأنه الشيطان ما يبطل الياخي لا من الأنبياء ولا من الأولياء ولا من ناس مخربطين مثلنا، ما يفك الياخي. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، مو أمام الناس، بالغيب يخشى ربه. أولئك رب العالمين فبشرهم بمغفرة وأجر كريم. هذول اللي الله يغفر لهم، هذول اللي يعطيهم أجر كريم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.